السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم ان شاء الله نقدم لكم انجح طريقه تاع البغرير ديال السميد، ناجح 100% الا تبعتوا هذه القوام اللي قلت لكم، هذه المقادير بالضبط. ان شاء الله غادي ينجح معكم 100% من المره الاولى. بالنسبه للسميد عندي هنا ثلاثه الكؤوس تاع السميد، انا نخدم في نفس الوقت نقول لكم المقادير. عندي هنا كاس تاع الطحين الابيض الخاص بالحلويات، يكون نوعية ممتازة. عندي هنا الخميرة تاع العجن، عندي هنا ملعقة كبيرة، وغناخد بالنسبة للسنيدة غناخد شوية نص معلقة كبيرة، وغناخد كذلك الملح، الملح خلاص حسب الذوق. عندي هنا جوج خمارات تاع الحبوب فئه 7 غرام، ما يعادل 14 غرام في المجموع. هنخلطوا بعدا هذا الخليط هو الخميره، كنخليوها ديما هي الاخرانيه، حيت كما كتعرفوا الا درنا خميره من الاول وخلطناها بالضره كتفقد المفعول تاعها. نخلطوا بعدا هاد العناصر هكا نشفوا حتى ينسجموا مع بعضياتهم بهذه الطريقه هذه. دابا غادي نضيفوا الماء. بالنسبه للماء يكون دافي، ما يكونش سخون، يكون دافي قريب البارد. الا كان سخون فغادي يخسر لنا السميده تاعنا وغادي تطلق الخيوط. الماء بالضبط غادي ندير 5 تاع الكيسان ونص. هنا كما شفتوا معايا درت 4 كيسان ونص، ها هو الكاس الخامس من بعد ما خلط. هانتوما كما كتشوفوا كيبان لكم الخليط وكيبان راه مزيان، ولكن السميد ديالنا كيشرب الماء. غادي نضيف دابا الكاس الخامس، عاد نبدا نخلط بالخلاط. عندي الخلاط الكهربائي، اللي بغى يديرو في مولينيكس يديرو، نبداو على بركة الله. من بعد ما تخلط ليا الخليط كما كتشوفوا بدا كتطلع منو الفقاعه تاع الخميره، غنضيف دابا جوج خمارات تاع الحلوى. دابا من بعد ما ضفتهم غنخلطهم غير ينسجم ليا هاد الخميره هادي صافي، وغادي نحبس التخلاط. من بعد ما خلطت الخميره كما قلت لكم غير شويه صافي، دابا كما كتشوفوا راه بدا كيخمر، غنخليوه يرتاح واحد 5 دقائق ونبداو نطيبوا في الخليط تاعنا. هانتوما كيما كتشوفوا تبارك الله ها هو خارج تبارك الله مثقب وناجح 100%. كنتمنى انكم تجربوه ويعجبكم ان شاء الله.